أهل السنة والجماعة أسأل الله يجعلني وإياكم منهم لا يذكرون القصص إلا نادرا، والقصص عندهم ليست للاحتجاج، الحجة في الكتاب والسنة، أما القصص تذكر للاستئناس وتذكر عارضة لا دائمة. قال ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه: جاء الكلب للأسد، جاء الكلب للأسد وقال: يا ملك السباع، ملك الغابة، قال: يا ملك السباع، إن اسمي هذا خسيس لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى فهد إلى كذا إلى كذا. أبى عليه الأسد وقال: لا، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. قال: لا، تغير، لا أغير، تغير، لا أغير. قال: اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم، احفظها لي إلى الصباح، إن نجحت في الاختبار وغير اسمك، وإلا فأنت كلب. فرح الكلب بهذا الاختبار السهل، أخذ القطعة ومشى، ورجع إلى المكان الذي يأوي إليه، وأخذ طيلة الليل وفكر، جوع وبرد، كلب، أسد، يقدم رجل، آكل لا آكل، اشتد 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 عليه الجوع حتى قرب الفجر، فما استطاع أن يتحمل. فقال الكلب: والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل اللحم الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة، ولا يصلح له إلا أسد، والذي لا يصبر عن المحرمات فهذا رضي بالخسة ولا يصلح له إلا كلب. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تخرج من المسجد تنظر أو لا تنظر، ترى نفسك أنت كلب أو أسد، والله أعلم. كيف تعصي الله بنعم الله؟ هذا الأمر الأول، الأمر الأول والعنوان الأول من عناوين السعادة ما هو؟ إخوانا نحدث نفسي ولا ماذا؟ ما هو العنوان الأول؟ شكر النعمة قبل أن تأتي تعلق بالله، وبعد أن تأتي بالقلب واللسان والجوارح. إذا أعطي شكر مو كفر. نعم تمام. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى،